برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، حلقة جديدة ومميزة بعنوان إعداد المقبلين على الزواج خيرا كنسيا ومنفعة للأسرة. حيث استضاف البرنامج لايكونومس إيرين يوسمدانات راعي كاتدرائية البشارة العبدلي، حيث تركز الحوار حول كيفية بناء أسرة صحيحة قائمة على علاقة روحية بين الزوجين، وهي مسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى الأهل ودورهم بتوعية أبنائهم المقبلين على الزواج على كيفية حل الخلافات الزوجية فيما بينهم، إلى جانب دور الكنيسة من خلال عقد دورات إلزامية للمخطوبين. فإلى هناك. أبونا، أنت ترى الآن في هذا الزمن الحاجة ملحة للتنوير، الحاجة ملحة لإعطاء هذه الدورات للخطاب قبل مرحلتهم الأساسية أو مرحلتهم المهمة اللي هي الزواج أو عقد الزواج. بتلاقي هالشباب مهتمين بالفستان والتحضيرات والآخره، لكن من الناحية الروحية ومتطلبات الزواج وما هي سر الزواج المقدس، احنا بنحكي عنه السر لانه فعلا هو يحمل الكثير من المعاني ويحمل الكثير من المسؤوليات ويحمل الكثير من الواجبات اللي ما بيوعوها الشبابنا المقبلين على الزواج. فرأت الكنيسة الأرثوذكسية الحاجة الى عمل دورات مكثفة لتنوير وارشاد وترشيد يعني المقبلين على الزواج بهذه المسؤوليات. تفضل ابونا. دكتور، حقيقة يعني بهاي الدورات اللي بلشت عندنا بكنيستنا الأرثوذكسية من شيء 4 سنوات تقريبا، الفضل الأول هو لسيادة المطران خريستوفروس اللي بنقدم له كل الشكر وإنه ربنا يباركه. آمين. كونه كان في الماضي نائب رئيس المحكمة، وكنت أنا كمان بالمحكمة من 2001 إلى 2016. خلال هاي الفترات اللي كنا في المحكمة كنا نشوف قديش في هناك حقيقة معاناة. وأنه كثير من أولادنا للأسف زواجاتهم ما بتدوم بعد مرات لأشهر، بديش أقول بعد مرات لأيام. ماشي. فكان في هناك حقيقة إلحاح أنه يوم الأيام يكون في هناك هاي الدورات اللي نوعا ما تأهيل للخطاب لمرحلة الدخول إلى الزواج. فترة التحضير للمقبلين على الزواج حقيقة دكتورة هي مهمة كثير، ولكن قبل ما نحكي عن دورة المقبلين على الزواج أو التأهيل، أي أب وأم هدفهم بالحياة لما بيجيهم بنت أو ابن يوم الأيام يشوفوه عريس أو عروس، ونسمعها حتى بالبنات صغار إيش يا عروس عقبال ما نشوفك عروس. نعم. أو عريس. نعم. فكل واحد هدفه بهاي الحياة أنه يرتبط في شريك حياة سواء شاب أو فتاة. نعم. ليعيش حياة مضبوطة. فمشان هيك أنا دائما بحكيها، ما في أروع من أنه بهالأيام اللي عم بنعيشها، هالأيام الصعبة الاقتصادية أو غير اقتصادية، أنه شاب وفتاة أنها تتطابق عقولهم لحتى يأسسوا بيت مسيحي على صخرة الإيمان. ففترة التعارف فيها فترة مهمة. نعم. نعم فترة الزواج، ولكن فترة التعارف وفترة الخطبة هي فترة مهمة لأساس بيت مسيحي بكل معنى الكلمة. الشيء الملفت للانتباه للأسف، يعني أنا هلا كمسؤول مكتب إصلاح وإرشاد والزواج في المطرانية. نعم. أو مسؤول مكتب العائلة، لما بيجينا أي اثنين والقانون عندنا هلا بالمحكمة أي قضية بترتفع في المحكمة الكنسية خاصة الخلافات والنزاعات الزوجية تتحول على مكتب العائلة لشهر كامل. نعم. مع هناك مختصين معي أنه نحاول على وعسى أنه نحاول نعالج اللي بنقدر عليه أو ننقذ هذه الأسرة من الدمار. فدائما أنا بشكل عام بسألهم لهالطولين المتزوجين اللي لهم للأسف أحكيها لهم شهر أو شهرين أو أشهر، وبعد مرات سنوات بكونوا جدود بعد مرات. نعم. ماشي. إنه حكوا لي فترة التعارف والخطبة كيف كانت. نعم. نتفاجأ إنه كثير منهم فترة التعارف كانت فترة سيئة بكل معنى الكلمة، فترة الخطوبة أكثر المرة كانوا يتركوا يشلحوا المحبس. نعم. كانت في بعض مرات فترات للأسف بتلاقي الخطيب رفع ايده على خطيبته. ماشي. او بيكون في هناك خلافات جذريه ومع ذلك للاسف بتجاهلوا كل هاي الخلافات وبوقفوا امام المذبح امام الهيكل وبتكللوا. فهون جريمه بيكترفوها كثير مرات بحق انفسهم الخطيب والخطيبه، انه بيشوفوا حالهم انه احنا مش لبعض. نعم. احنا هذا اذا فتره التعارف فيها فتره مشاحنات، فتره اكيد
فترة التعارف إلا يكون فيها هناك خلافات، ولكن إذا هالخلافات هاي جذرية وسوف ترحل إلى ما بعد الزواج، فأنا بعتقد هذا الزواج رح يكون زواج مش مبني على أسس متينة. بعض مرات بحكي لأشخاص لزوجة وزوجة، وخاصة لما ما يكون في أولاد ويكون في هناك فعلا الكم الهائل من المشاكل والخلافات، نعم، بقول لهم بترجاكم انتم الاثنين مش لبعض، نعم، ومع انه في عندنا بطب نفسي وفي عندنا ارشاد وفي عندنا هاي والجريمه بكره لما يكون في اولاد بنقول لهم بعض مرات يا اولادي كزوجي وزوجي انتم فشلتوا، نعم، بنترجع على القليله كونوا متفقين كاب وام، نعم، مشان هالاولاد هذول، نعم. وفي عندنا حالات حقيقه بتلاقيهم كاب وام اروع من هيك ما في، ولكن كزوجي وزوجي فشلوا، نعم. والمشكله انه كل واحد بحمل الطرف الآخر المسؤولية. في هاي المسؤولية قديش، وفي عندنا بعض المرات حالات دكتورة للأسف معظمها هي تدخلات الأهل، نعم. تدخلات يعني كثير من برات من لما تنتهي الخطبة بعض مرات تدخلات، نعم، الأهل، نعم. في شوية تقصير من كنائسنا، بغض النظر من كنائسنا، من حيث إرشاد الأهل بتربية الأولاد. يعني مثلا لما بتقول الام ابنها بدوش يجي على الصلاه، عمره بيكون مثلا 12 13 سنه، بلش بفتره المراهقه ما بدي وكذا، بتقول بس يكبر بصير يتعرف على الله، ما بزبط. يعني انتم في مرحله ما عليكم اجبار الاولاد يجوا معكم على الصلاه، يعني انا بعزو هاي المرحله اللي هي قبل التوجيه مثلا، او الثانويه العامة 18 سنه لما بدهم يقبلوا يروحوا على الجامعات، هاي الفتره انا بقدر الزم الاولاد، يعني انا ما تاخذني ام وكنت اجبر اولادي ما بدهم يروحوا، بدهم يضلهم يلعبوا او بدهم يضلوا ملهيين باشغالهم الاخرى، اجبرهم احطهم في السياره غصب عنهم يجوا على الكنيسه ويحضروا القداس او يخدموا او يعملوا نشاط. طبعا في اشياء بالكنيسه كانت تزعجهم، كنا نحكي يا ابونا يعني خفف شوي الوعظه، بلاش ساعه الاولاد زهقوا، الاولاد ضاجوا كذا وهان، يعني كنا نعمل لا ادخلوا على الخدمة، الشاب الولادي كانت تلبس التوب وتساعد الخوري، البنت عندي كانت كمان تساعد، اللي بيرتل اللي بيعزف، يعني في كمان إشراك هدول الأطفال أشجعهم أكثر، مزبوط في مدارس الأحد كمان، لكن بتلاقي يوم الأحد اللي هو اليوم الوحيد اللي بتنلم الأسرة عشان تروح تصلي خلال طبعا فترة القداس، يصير في يعني إرشاد للأهل كيف إنه استمراركم بهذا العمل ليه؟ عشان أنشئ أسر صالحة مبنية على أساس متين. مزبوط دكتورة اللي بتحكي صح، يعني حتى السنة الماضية سيدنا وجه كل الكهنة عندنا إن يكون معظم وعظاتنا بالكنائس عن العائلة وعن الأسرة. برافو. ماشي، لأنه إذا ما في عائلة ما في كنيسة. صح. لأنه بالنهاية البيت هو الكنيسة المصغرة. بالضبط. ماشي، حقيقة يعني إنه قديش أنا بطلع عندي بكنيستي بالعبدلية بكنيسة البشارة. نعم. اللي هي حسب كنيستنا الأرثوذكسية يوم الخميس عيد البشارة عنا، نعم. وهي عيد كنيستي، نعم. كمان كاتدرائية البشارة، إنه فعليا أنا ككاهن بالهيكل بحتاج للطفل طفلين يخدموا، نعم. بينما أنا بطلع عندي يوم الجمعة عندي 20-30 طفل، نعم. هذول 30 طفل أجوا هم وأهاليهم، نعم. الأطفال من الصبح بتلاقيه عمره صف أول أو ثاني عم بصحي أهله إنه بيدروا على الكنيسة، بيدروا على الكنيسة حتى ما يروح علي الخدمة أو تنوب، نعم. فحقيقة هون كمان نوجه الأهل إنه أكبر غلط إنه إحنا نظننا إحنا نيجي للكنيسة ونخلي أولادنا نايمين، نعم.